وعظ الله تعالى عباده المؤمنين في آيات كثيرة من كتابه، بل جاء هذا القرآن من أوله إلى آخره وفيه الموعظة العظيمة لعامة العباد وللمؤمنين خاصة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومن هذه المواعظ التي جاءت في القرآن آيات من سورة آل عمران، زهد الله تعالى فيها العباد من الدنيا ورغبهم فيما عنده ورغبهم في الآخرة، وبين لهم صفات الذين يدخلون الجنة، فقال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه الآيات معاشر المؤمنين من فهمها طابت نفسه في الدنيا وذهبت عنه أحزانها وآلامها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تكون الأحزان والهموم والآلام في قلب العبد إلا لأمرين: الأول حرصه على الدنيا وزهده في الآخرة، والثاني قلة أعمال البر إذا كان مقصرا في الطاعة مقبلا على الدنيا يفرح بزيادتها ويحزن من نقصانها وبنقصانها، فإن نفسه تكون في آلام وفي حزن وفي شدة. لذلك قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. زين للناس حب الشهوات، الشهوات جمع شهوة، والشهوة ما تشتهيه النفس وتتوق إليه وتتلذذ به وتتمتع به. والله تعالى في القرآن بيّن أن الناس في الشهوة على قسمين: منهم من يتبع الشهوات، وهؤلاء توعدهم الله تعالى بالوعيد الشديد الذي يستحقونه، ولا يأخذون من الشهوات ما أبيح لهم من الزواج وأكل الطيب من الطعام ولبس الثياب الحسنة والسكنى الطيبة، وإنما والمركب الحسن، وإنما تتوق أنفسهم إلى المحرمات.
من الفواحش ومن أكل الربا ومن أكل الحرام ومن الغناء ومن الفجور ومن الفسوق ومن مشاهدة الأفلام ومن إطلاق البصر في الحرام في النظر إلى النساء والمتبرجات و إلى آخره. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية قال: غيا. قال ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه: أي خسرانا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: غيا وادي في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم لمن ضيع الصلاة واتبع الشهوات. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كما في صحيح البخاري من رواية سمر بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا في المنام أنه أتاه آتيان أي من الملائكة وأخذا به أو انطلقا به وذكر وذكر وذكر. قال: فمررنا على رجل مضطجع وآخر قائم عليه بصخرة يسلغ بها رأسه فيتدحدح الحجر أو الصخرة فيذهب فيأتي به أو بها فإذا رأسه قد نبت فيضربه في رأسه فيسلغه وهكذا يعذبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للملكين: من هذا أو من هذان؟ قالا: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على جبل وعر فقالا لي: ارقى أو اصعد. قلت: لا أطيقه. قالا: سنسهله لك. قال: فصعدت فإذا برجال ونساء وأشياخ على مثل التنور. التنور فرن أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه زنات وزواني ممن يعصون الله تعالى. قال: وتحتهم النار فإذا أضرمت ضوضوا. قال النووي رحمه الله: ضوضوا أي صاحوا يعذبون في قبورهم. قال: فأتينا على نهر من دم وإذا فيه رجل يسبح وعلى حافة النهر رجل بيده حجارة كلما اقترب ذلك السابح من شاطئ النهر ألقمه الحجارة في فيه فيرجع. فقلت: من هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فأتينا على رجل مقرض بالمقاريض أي بالحديد من شفتيه يعذب. فقلت: من هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. والحديث في البخاري. وفي نهاية الحديث قال له الملكان: أما الرجل المضطجع وآخر قائم عليه بصخرة فهو الرجل يؤخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجال والنساء والأشياخ أي الكبار في السن مع أنهم كبار في السن ومع ذلك يقعون في الفواحش، وكذلك رجال ونساء من الشباب ومن غيرهم على مثل التنور الفرن. قالا له: هم الزنات والزواني يعذبون في قبورهم، وأما الرجل الذي يسبح في نهر من دم وآخر يلقمه الحجارة في فيه فهو آكل الربا، وأما الرجل المقرض بالمقاريض فهو الذي يكذب بالكذب فتطير في الآفاق يتداولها الناس. ولذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فهذه شهوات من اتبعها
أودت به وذهبت به إلى المهالك. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يهينه الله تعالى لأنه ما أعز نفسه بطاعة الله في الدنيا، والجزاء من جنس العمل، فيذله الله بمعاصيه في الآخرة. وأما الذي وهو القسم الثاني الذي يجاهد نفسه ويخاف ربه سبحانه وتعالى، وإذا هيئت له المعاصي غض الطرف عن الحرام وحفظ فرجه عن الحرام واتقى ربه ومولاه وسيده وترك الدنيا من أجل رضا الله سبحانه وتعالى، فإن الله يكرمه الكرامة العظيمة. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب تؤمنه بمنصبها، وذات جمال ترغبه في المعصية بجمالها. فقال: إني أخاف الله. هذا الذي منعه من المعصية مع رغبته فيها في الشهوة تركها لله تعالى، فيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. قال ابن كثير رحمه الله: قدم النساء على البنين وعلى سائر الشهوات من الأموال وغيرها لخطورة فتنة النساء، لخطورة فتنة النساء. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ليصم الذي له شهوة، ليصم لله، ليغض طرفه عن الحرام، ليتزوج ما أباح الله له، ومن لم يجد عليه بالتعفف والاستعفاف وباللجوء إلى الله تعالى وباتخاذ الوسائل الشرعية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال: والبنين، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وفي الآية الأخرى وخير مردا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. الأموال، الأموال ألهاكم التكاثر من اللهو، ألهاكم عن أمر أخراكم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم أو الدرهم، إلى آخر الحديث. فالواجب على العبد أن يزهد في الدنيا. قال تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. يجمع المال ويجعله في الوعاء،
ولا يتصدق به ويبخل. قال سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. والخيل المسومة، هذه الخيل تربط، بعضهم يربطها للجهاد وبعضهم يربطها للتجارة وبعضهم يربطها يستعملها في ما يحتاج إليه من أمر دنياه من الركوب ومن استعمالها في عمله وفي حمل البضائع إلى غير ذلك، ولكن بعض الناس يجمع هذه الخيل ويربطها فخراً ورياءً ويغتر بها. والخيل المسومة والأنعام من الإبل والبقر والغنم والضأن والحرث من الزراعة والأراضي، كل هذا من متاع الدنيا. ثم قال الله تعالى: والله عنده حسن المآب. إذا رجع العبد المؤمن إلى ربه وهو تقي، فرجوعه إلى الله وانصرافه عن الدنيا وإقباله على الآخرة خير له. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء عند قول الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال: والآخرة خير لمن اتقى، آخرة التقي خير له من دنياه، آخرة التقي خير له من دنياه. يتألم في الدنيا، الناس ينظرون إلى الحرام وهو يغض بصره، الناس يستمعون إلى الأغاني وهو يستمع إلى كلام الله، الناس في الغفلة وهو في الصلاة والتسبيح والقرآن والعبادة، الناس يقطعون الأرحام وهو يصلها، الناس يهملون الجيران وهو يحسن إليهم، الناس في لهو وفي لعب وفي لعب وفي إقبال وانكباب على الدنيا وهو في إقبال على ربه وعلى مرضاته. فهو في الدنيا حزين عند الناس مع أنه من أسعد الناس. لذلك قال: خير التقي، قال: آخرة التقي خير له من دنيا. ثم قال الله تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، من هذه الشهوات كلها، للذين اتقوا عند ربهم جنات في الآخرة تجري من تحتها الأنهار، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد، إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا،
وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى، أي وهذا مقعد أهل الجنة، مقعد أدنى أهل الجنة منزلة. ونص الحديث: إن أدنى مقعد أحدكم إذا دخل الجنة أن يقول له، أي أن يقول له الله تعالى تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له هل تمنيت؟ فيقول نعم، فيقول هذا لك ومثله معه، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: إن أول زمرة، أو قال أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، قال لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة يعني عود الطيب، وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا من رواية صهيب الرومي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ينظرون إلى الله تعالى. للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى الله تعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إن المتقين في جنات ونار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. من أراد دخول الجنة والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة عليه بكتاب الله، ومن ذلك هذه الصفات السبع التي ذكرها الله تعالى في هذه الآيات. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين اتقوا، الصفة الأولى فعل الأوامر واجتناب النواهي. الصفة الثانية الإيمان وسؤال الله المغفرة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصفة الثالثة الصبر، الصابرين، الصبر على طاعة الله والصبر على اجتناب المعصية والصبر على أقدار الله من المرض والفقر والآلام والشدة وغير ذلك. والصادقين الصدق، الصفة الرابعة أن يكون العبد صادقا فيما بينه وبين الله وصادقا فيما بينه وبين الخلق، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر كثرة الخير، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، إلى آخر الحديث. الصابرين والصادقين والقانتين القنوت، والرجل القانت المطيع لله تعالى، إذا قام في الصلاة أطال الصلاة، يطيع الله سبحانه وتعالى، فيقرأ كتاب الله ويكثر من ذكر الله ومن الاجتهاد في طاعة الله. قال: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، الإنفاق
والصدقات كما جاء في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع من رواية معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وآخر صفة وهي الصفة السابعة: والمستغفرين بالأسحار. تجدهم يقومون الليل يصلون لله تعالى والناس نيام، فإذا جاء وقت السحر الثلث الأخير من الليل وأذن المؤذن الأذان الأول يجلسون لله تعالى في مصلاهم يذكرون الله ويستغفرونه، المستغفرين بالأسحار. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال: قاموا الليل فلما جاء السحر جلسوا يستغفرون الله تعالى، يسألونه المغفرة على الذنوب، الذنوب التي هي سبب هلاك العباد، وأعظم هذه الذنوب الشرك بالله تعالى، من تعليق التمائم والحجبات، ومن دعاء الأموات والغائبين والأولياء والمشايخ، هذا يفسد على العبد أخراه ودنياه، دعاء هؤلاء الأموات والشيوخ، ومن ادعاء علم الغيب وأن فلانا يعلم الغيب وأنه هو يعلم الغيب وأنه يرد الضال وأنه يعلم ما في غد، وهذا كله من الكفر بالله تعالى. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقد عافاكم الله في هذه البلاد، في بلدكم هذه، من القباب ومن مظاهر الشرك ومن التبرك بالأتربة ومن الطواف بغير بيت الله، من هذه القباب المشؤومة التي يقع اللعن على بانيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وفي غيره، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. ولكن في غيرها من بلادنا هذه تجد الجهل من خلق الله يلجؤون إلى الأموات ويتركون الحي الذي لا يموت، يعلقون التمائم يعتقدون أنها تحفظ من العين ومن غير ذلك. والله تعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ويقول: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا من عمى، وأن يرينا الحق حقا ونرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ونرزقنا اجتنابه، وأن يغيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل الطاعة ويذل فيها أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وأن ينزل الرخاء والسخاء والأمن والإلفة على هذه البلاد، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن ينشر دينه، وأن يزيل ما أصابه من التشويه والتغبير، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه، وأن يتجاوز عنا أجمعين، وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا، وأن يجمعنا في دار الكرامة إخوانا على سر متقابلين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.